اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه من جديده من برنامج طريق النجاح. معكم انجي ضياء ومحمود النحاس. صباح الخير. صباح النور يا انجي، وصباح النور على مشاهدي قناه الصحه والجمال. النهارده بقى هنتكلم عن موضوع مثير للجدل، وهو موضوع قانون الاحوال الشخصيه، او بمعنى الاصح قانون الاسره بالمعنى الاصح والاشمل بالنسبه طبعا للشعب المصري. قانون الاحوال الشخصيه بشكل مختصر وبسيط جدا هو دستور الحياه الأسرية بين الزوجة والزوج. بيشمل إيه القانون دوت؟ بيشمل الطلاق والخلع والنفقات بأنواعها المختلفة، سواء نفقة العدة أو نفقة المتعة أو النفقة الزوجية أو نفقة الصغار أو نفقة الأقارب، بالإضافة كمان للولاية التعليمية. وكمان قانون الأحوال الشخصية فيه مشكلة بنعاني في مجتمعنا، وهي إيه هي بقى المشكلة دي؟ ان احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع قانون الاحوال الشخصيه كنوع من انواع الحرب الاهليه او الصراع بين قبيلتين. الزوجه او المراه بتتمنى ان القوانين تنحاز ليها، والراجل برضه بيتمنى ان القوانين برضه تنحاز ليه. ولكن احنا في برنامجنا طريق النجاح بنتمنى يا جماعه ان احنا ننحاز للمجتمع، ده اهم شيء احنا بنميل ليه، ودايما بنرسخ عند المشاهد المصري النقطه دي. بالإضافة كمان إن إحنا يعني بنتكلم في نقطة كمان، إن أنا اللي بتهمني يعني في قانون الأحوال الشخصية، وهي نقطة أنا ما يهمنيش قضية راجل أو ست، أنا اللي يهمني الطفل، لأن الطفل يعتبر حلقة ضعيفة بين الزوج والزوجة، فأنا بدور على حق الطفل، لا بدور على حق رجل ولا بدور على حق امرأة. طبعا تم إصدار هذا القانون عام 1929. طبعا طولت عليكم شويه، ولكن ضيفي بقى طبعا هو اللي هيتكلم دوت طبعا باطناب وهيتكلم بشكل تفصيلي. برحب بضيفي في برنامج طريق النجاح على قناه الصحه والجمال، برحب بضيفي استاذ احمد ابو زيد سعده. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله يعني نضيف حلقه كويسه. وزي ما انت قلت كده، احنا بنتكلم عن مشكلة فعلا بيعاني منها الكثير من الآباء والأمهات، اللي هم الأجداد بقى، مش طبعا قصة الآباء والأمهات بس. طبعا يعني أستاذ أحمد أبو زيد سعدة محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وطبعا ماجستير في القانون الخاص بجامعة عين شمس. برحب بيك طبعا. أهلا بحضرتك، وأنا سعيد جدا بيكون النهاردة إن شاء الله. ربنا يخليك. هو يعني زي ما أنت قلت كده في البداية، أن قانون الأحوال الشخصية بيمس الكيان بتاع الأسرة بالظبط ببساطة شديدة. وطبعا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في حالة الخلاف بين الزوج والزوجة، بيحصل تصارع بين الطرفين، وللأسف الشديد بينسوا إن في طرف ضعيف في العلاقة اللي بينهم. العلاقه اللي بينهم باختصار شديد جدا، الطرف الضعيف دوت، احنا مش عايزين نقول ان هو يمكن اهم، احنا مش جايين النهارده نتحدث عن الزوج او الزوجه، لا بالزبط. احنا في مصلحه دلوقتي اهم منهم، وهي الطفل. صح، لابد ان ينشا تنشئه سليمه اكيد وصحيحه وسويه. بالتالي احنا لما يبقى في تنشئه سليمه وصحيحه وسويه، احنا كمجتمع هنستفاد اكيد طبعا. لكن لو هو العكس، الخلافات ديت تناتها مستمره، والطرف الضعيف اللي هو الطفل دوت اصبح هو كمان داخل ضمن الصراع، فبالتالي يبقى احنا كده بنضيع الدنيا باختصار شديد جدا. فلابد هنا ان احنا ببساطه شديده نحمي مصلحه الطرف الاضعف زي ما انت قلت كده، اللي هو الطفل، حمايه وصول للمجتمع ليس الا. قانون الاحوال الشخصيه في الماده 20 كان باختصار شديد جدا، الفقره الثانيه كانت بتدي الحق للرؤيه بالنسبه للصغير او الصغيره، بتدي حق للابوين وللاجداد في حاله عدم وجود الابوين. طبعا الفقره ديت اللي هي في حاله عدم وجود الابوين كان امر غير طبيعي، يعني امر غير عادل بالمره كمان، مش قصه غير طبيعي بس، ده امر غير عادل كمان، لا عادل لا شرع ولا في الانسانيه حتى، يعني احنا حتى المثل الشعبي كان بيقول لك عز الولد ولد الولد يعني بالظبط. وبالنسبه للدين لا، احنا عندنا صله الارحام. طب انا دلوقتي استفاد ايه كمجتمع بقى؟ انا بكلمك كمجتمع، ان انا ابقى جد وحفيدي ما اعرفوش. حضرتك بتتكلم على المقوله الموروثه لاعز الولد ولد الولد، وفي علاقه طبعا بين الاجداد والاحفاد. ده بالعكس، ده انا عايز اقول لك على حاجه، ده انت ممكن يكون الجد ده
احن من الابوين في بعض الاحيان. بالظبط. احيان كتير كمان طبعا. الطفل الصغير النهارده ممكن يجري من والده او والدته ويروح لجده. اكيد طبعا. يعني في علاقه، يعني في علاقه حميميه جدا. بالظبط. بين الجدين والصغير. انا بقى كقانون اجي احصرها اقول لك لا حاله عدم وجود الابوين؟ لا طبعا، هذا الكلام مش مظبوط طبعا. وبالمناسبه حتى تصدت للامر دوت المحكمه الدستوريه. تصدت للامر دوت المحكمه الدستوريه في الحكم في القضيه رقم 37 سنه 33 دستوريه، وحكمت فعلا بعدم دستوريه عجز الفقره الثانيه، عجز الفقره الثانيه من الماده 20 اللي هي في قصر حق الاجداد في رؤيه الصغيرين في حاله عدم وجود الابوين بس. فاصبح دلوقتي من حق الابوين ان هم يرفعوا دعوى رؤيه لان هم يروا الصغير او الصغيره، ودي مشكله عانى منها الكثير من الجدين في الفترات السابقه. بس برضو احنا عايزين برضو يعني ايه، يعني دايما بنبص للامر بشكل مختلف دلوقتي، مش عايزين نخلي الامر صراع. يعني دلوقتي حصل خلاف بين زوج وزوجه، ليه نخلي الامر مجرد صراع بين الطرفين؟ طب انت حر في حياتك، يعني انت حضرتك خلاص قررت الانفصال ايا كان السبب ايا كانت الوضع، خلاص احنا دلوقتي لازم نبص ننظر للامر غايه في البساطه، في الرقي. الطفل ده هيتربى ازاي؟ صح. مشكلتنا مش بننظر للنظره دي في المجتمع، ما هي مشكله كده. بالظبط. ده بالعكس، ده قانون الاحوال الشخصيه رمى عبء على المراه. يعني هو الناس كلها تقول لك ان قانون الاحوال الشخصيه في صالح المراه، بس رمى عليها، القى عليها عبء كبير جدا، عبء التربيه وعبء التعليم الاثنين للمراه. طب ليه؟ يعني هو السؤال، طب ومشاركه الاب؟ لا، انت مشاركه الاب بس مجرد ان حضرتك هتدينا النفقات، ده لو دفعها كمان، يعني عشان برضو يعني من النفقات المصاريف مش عارف ايه ودورك. لو رؤيه ساعه في اي مركز شباب ولا في اي نادي كل اسبوع ولا حاجه والامر بالنسبه لك انتهى كده، هي دي مشاركه الاب؟ يعني هي دي غريزه الابوه؟ مش ممكن. وكل حاجه بقى شايلتها خلاص الزوجه او المراه او المطلقه بقى، خلاص هي الام بقى اللي احنا بنتحدث دلوقتي عن ام دلوقتي. بالظبط. شالت هي الامر كله. طب ليه؟ هو السؤال، انا كقانون دلوقتي النهارده بعمل كده ليه؟ هو السؤال الحل ايه؟ طيب عشان بس ما نخرجش بره الاطار، طب الحل ايه؟ الحل ان احنا ببساطه شديده نشارك الزوج او الاب في تربيه ابنائه. طب هنشاركه ازاي؟ ما هي مش الساعه برضه، انا ما بتكلمش على الساعه الرؤيه، لا، الامر لازم دلوقتي يبحث وياخد امر، دلوقتي ياخد وضع احسن من كده شويه، متعلق بحاجه اسمها الاستضافه، وده اقتراح سمعناه كتير وكان ندى بيه. الاستضافه تبقى 24 ساعه يوم. بالظبط كده. يوم ابني يقعد بدل رؤيه ثلاث ساعات مش عارف يعني. لا ساعه او ساعتين. لا طب ما يقعد، بل بالعكس، ده انت عارف، انا اقول لك على حاجه، طب دي فيها ميزه كبيره جدا اللي هو المشاركه دي. طب ما انا دلوقتي لما ابني بات معايا ليله هقدر اتابعه سلوكيا، هشارك في ان هو اشارك دلوقتي اتابعه سلوكيا. طيب حضرتك شايف فكره بخصوص النفقه، هل الزوجه بتاخد حقها بسهوله؟ لا، وهل الحصول عليها بيكون بسيط ولا معقد؟ بصي، هو زي ما بقول لك كده، احنا بيحصل خلاف بين زوج وزوجه بتبدا صراعات. طيب. من الزوج ومن الزوجه عشان ما نظلمش حد وما نجيش على طرف من الطرف. بس الطرف دلوقتي الاضعف حقيقه على فكره، يعني احنا بنتحدث عن القانون يميل للمراه ولا لا، هي الحركه الاضعف في كل الاحوال هي الزوجه. يعني الزوجه في كل الاحوال اضعف. أكيد. اضعف لان انا لميت عليها، القيت عليها عبء مسؤوليه التربيه والتعليم الاثنين، خديهم. تمام. بل بالعكس، ده هي كمان بقى بتوصل لمرحله الانفاق. النهارده المطلقه النهارده بتبقى عندها زي ما انت بتقولي كده، ما بتعرفش تاخد حقها بسرعه برضه. فهتعمل ايه؟ هتصرف على العيال، فبتضطر ان هي تلجا للعمل. يعني. على اساس ان هي تصرف وتقتطع جزء من دخلها اللي هو بتصرف فيه على العيال، وده احنا كل النماذج دي شفناها في المجتمع. يعني بيكون معقد، ما بتاخدش حقها بسهوله. يعني لا، هي بتاخد حقها بسهوله، القانون بيعطيها الحق في نفقه الصغار. طبعا ديت نفقه الابن على والده، يعني أكيد. دي معروفه، ده قانون ما فيهاش مشكله يعني. تمام. بس هي الفكره، فكره الاجراءات، لا هي ليها الحق، بتاخد بتحكم لها بنفقه سواء كانت مؤقته برضو او نفقه نهائيه، بتبقى نفقه صغار وبتنفذ بموجب حكم اول درجه. لكن هي الصعوبه بقى قد نجدها في التنفيذ، مش صعوبه الحصول على حق. الحق سهل انك تحصل عليه، لكن هو التنفيذ بقى
عندنا برضو يعني اشكاليه بالنسبه لو هو موظف حكومه برضو بالمناسبه بتعرف تنفذ عليه جهه موجوده بتعرف تنفذ على مرتبه، لكن الازمه بتواجه برضو ان في بعض مش كلنا بنشتغل في حكومه، في ناس بتشتغل في قطاع خاص، فللاسف الشديد برضو بيجاملوهم احيانا في مقدار الدخل. ممكن نلاقي بعض الشركات او بعض المنشآت اللي هي بتجامل العامل، يعني هو عندها قانون مش عام بيعمم على الكل. لا هو القانون عام وكل حاجه، بس آلية التنفيذ بتختلف من شخص لاخر. تمام. لكن القانون هي القانون قاعده مجرده بتطبق على كافه جميع. قم بقى انك انت في التنفيذ انت سهل التنفيذ عليك كموظف، او مثلا انت بتشتغل في شركه محترمه فبالتالي تقدر تنفذ عليه بتبقى بسهوله. القانون حلها برضو الدولة الصراحة في الفترة اللي فاتت، لا حلت الإشكالية بتاعت النفقات ديت لجوء لبنك نصر في حالة انك انت ما تقدريش توصلي للدخل او تقدري تنفذي عليه. والله بنك نصر بيقوم بدور قوي حتى لو كان بمقدار برضو يعني اعتقد 500 جنيه او حاجة، فده برضو مش وحش. والباقي ممكن بيترفع بيه متجمد نفقة. وفي تعديل جميل جدا برضو في القانون قام بمجلس النواب الحالي اللي هو في القانون رقم 6، عدلوا القانون في الجزئيه ديت، اضاف برضو ماده جميله جدا وهي متعلقه بماده 293 عقوبات، وبتدي الحق في الحبس حكم قضائي. بس هي كانت الماده ديت للاسف الشديد برضو يعني احنا هنا بيقول لك كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجي او اقاربه او اصهاري او اجره حضانه او رضاعه او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ولو إن إحنا إحدى هاتين العقوبتين، لا يعني كان المفروض بقى في الحالة دي، أصل دي جريمة برضو فيها تخيير. قصدك فيها تخيير بالزبط. يعني إحدى هاتين العقوبتين ديت كان هي، لا كان كفاية إن هي عقوبة الحبس مع الغرامه، لا كان لابد منها ان هي تبقى الحبس وجوبي وكده كده برضو. ما احنا اصل انت هي الفكره كلها ايه، انت ممتنع على دفع فتواجه بعقوبه حبس. هنقدر نتنازل عنها او النيابه بتملك وقف التنفيذ الحبس دوت على حسب الاحوال او التصالح او كده على حسب سير الدعوه، فممكن ان احنا نتصرف فيه فيتوقع الحبس السهل جدا هو يتوقع الحبس في حاله الدفع. تمام. يعني في حاله الدفع كان ليه فكره التخيير بالغرامه ديت هي دي. لكن الصراحه في اشاده برضو لان الفقره الثالثه في الماده ديت قالت ان هو يترتب على الحكم الصادر بالادانه تعليق استفاده المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبه ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكوميه والهيئات العامه ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرفق عام او مرافق عامه حتى اداء ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر على حسب الاحوال. فدي برضو دي اشاده برضو ان احنا بنشيد بيها ان هو فعلا لازم. ما هو بصوا يا جماعه لازم يحقق رده، يعني اي قانون هدفه لازم تحقيق رد. بالظبط. لازم يكون في عقوبه رد عام وخاص، وهنا لازم انا ارضى. اصل هنا الجريمه ايه؟ طب تمتنع عن دفع نفقه الصغار ولادك، مين هيصرف عليهم؟ بذره منك معلش حاجه منك احترامي يعني مين هيصرف؟ صح معلش. لا انت حضرتك تشتغل هنا لازم هنا حضرتك تتحمل. لا ومش الكل بينزل بيشتغل يعني لازم تتحمل مسؤوليتك حضرتك. لا وحتى هي لو الزوجه بتشتغل، احنا لو الام بتشتغل برضو لا يعني مالهاش علاقه يا جماعه، لا اله الا الله. لا الموضوع لازم، لا لازم حسم. عاوزك بقى استاذ احمد توضح، عايزك سيادتك توضح للساده المشاهدين بصفه عامه وفي برنامجنا طريق النجاح بصفه خاصه ايه مفهوم الامن المجتمعي؟ ما هو الامن المجتمعي انا دايما بقول لك احنا مشكلتنا في الموضوع اللي هو المتعلق ب مصلحة الصغير ديت، هي باختصار شديد جدا مصلحة الصغير دي مسألة متعلقة بالمجتمع. بالظبط. ببساطة شديدة. واخد بالك؟ معانا دلوقتي كمجتمع لو الطفل ده اتربى تربية سوية إذا أنا عندي مجتمع سوي. بالظبط. مظبوط. الطفل ده حصل خلل في تربيته هيحصل لي خلل في المجتمع في الجزء ده، ما المجتمع عبارة عن معلش مع المجتمع هم مجموعه الافراد اللي احنا العلاقات اللي بتنشا منهم. هو القانون بينظم العلاقات التي تنشا بين الافراد. بالظبط. هو هي مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم العلاقات بين الافراد. باختصار شديد جدا انا طالما في اضطراب او خلل في العلاقه ديت او في الطفل دوت، ما هو الخلاف اللي بيحصل ما بين الزوج والزوجه ببساطه شديده جدا اللي بيتحمله دلوقتي حكايه العناد ديت اللي هم الطرفين اللي هم بيتصارعوا بقى لبعض مين هيدي مين الاول، يعني ديت الطفل هو الخسران. طب الطفل لما يخسر انا كمجتمع بقى
وهنا دول انا كمجتمع، ما المجتمع هو احنا زي ما اتفقنا مجموعه الافراد. هو انا ملاحظ حاجه ان احنا مشكلتنا بنتعامل مع الطفل دوت ككره مضرب بيتم نقلها من الزوج للزوجه ومن الزوجه للزوج، واحنا عايزين بقى وكمان نخرج. بيتم استغلاله كسلعه. هل احنا عايزين بقى نخرج يعني... بقى احنا عايزين نخرج من الدايره دي، مش عايزين بقى نخلي الحوار متعلق. لا بصوا يا جماعه باختصار شديد جدا، الزوج لازم يتحمل مسؤوليته تجاه ابنائه بالمشاركه، مش هقول له هات فلوس وشكرا روح، لا بالظبط. لا تعالى حضرتك بقى شارك وتابع سلوكي بقى. ما هو معلش، ما هو انت في فتره معينه برضو الابن دوت او البنت برضو لازم 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 اللي هو التخليق بخلق الرجال، لازم تتابع سلوكه في توقيت معين. بالزبط. محتاج راجل بالعربي يا جماعه، في ايه؟ ابوه يبقى موجود وحرمه منه ليه؟ حتى البنت برضو كده، ما هي البنت نفس الكلام، البنت كمان اكتر اكتر من يمكن الولد كمان. بالظبط، حرمه ليه من ابوه وهو موجود؟ لا اله الا الله. يعني باي منطق احنا بنتحدث؟ يعني احنا احرمه 15 سنه رفعنا سن الحضانه، وطب انت اي دور مشاركه؟ كان في الاول 7 سنين و9 سنين اتدرجت مره من مره مرتين تعدل القانون لحد ما وصل 15 سنه. طب ماشي 15 سنه، دور الاب ايه في 15 سنه دول؟ دوره ايه في التربيه ده؟ هل يصح ان الراجل دوت الاب دوت او الجد بمناسبه الحلقه اللي احنا بنتحدث عنها يجي بعد 10 سنين لما ابنه شكله يتغير ولا بنته شكلها يتغير يمشي في الشارع ما يعرفهاش، ما يعرفش شكلها؟ يعني فعلا. ده مش منطق. يعني شوف انا بقول لك ابسط حاجه خالص، مش اللي هي قصه ما يعرفش سلوكها ايه ولا سلوكه ايه ولا كده، لا احنا لابد من مشاركه الزوج في التربيه والتعليم الاثنين. ملميش العبء على الزوجه فقط، ده امر يعني المفروض ليه بقى؟ ما هي النقطه بقى اللي احنا لما اتحدث بيها. ما انا ممكن يكون على فكره برضو، بس برضو الموضوع برضو بيبقى يعني الاب برضو مش هيبقى الامومه، هي برضو الامومه بتبقى يعني شايله العبء كله. بس في حاله ما هو برضو الزوج بيبقى في عمل، في ساعات في اعمال كده خاصه له، يعني الاب مش بيبقى متواجد في البيت. حق الامومه طب في محفوظ. الفتره دي لا، بصي حق الامومه محفوظ وهي لحق الحضانه، ده الشرع اللي بيقول. اختلاف بقى السن اللي هو المذاهب، واحنا خدنا بمذهب ماشي خلاص، احنا اتفقنا على النقطه ديت، مش ده المحور الخلاف. انا محور الخلاف انا بقول يعني احرم ليه الاب من متابعه ابن واحد؟ ماشي ما هي مع الام خلاص، طب هي غريزه الابوه، ما هي برضو ما يعني انت لا ده ضروره جدا، هي نفس غريزه الامومه. الام اللي عاطفها بتغلب عليها والاب مثلا ممكن يكون، بس ده بحكم طبيعه ال، لكن لما بتيجي عند الابناء يا جماعه عشان تبقوا عارفين بتختلف الامور خالص. بالظبط يعني الراجل ماشي راجل والست ست، بس بتيجي عند ابوه والامومه لا الوضع مختلف. لما عند ابن الامر بيختلف تماما، ده بالعكس. طب انا ممكن اقول لك على حاجه، هو ممكن يكون محكوم لها بنفقه بمقدار معين، بس انا ابني شفته تحت عينيا لما بيجي لي البيت مش عارف ايه، ابويا شافه مثلا الجد يعني او الجده بيشوفوه كده، لقوا مثلا متعسر شويه في التعليم، متعسر شويه يعني امكانيات مش عارف ايه، هل انا هنا عايزه تفهميني ان غريزه الابوه دي مش هتتحرك تجاهه؟ اكيد طبعا. لا لا طبعا هتتحرك تجاهه، اكيد طبعا. ممكن مشاركه كمان ماديه. ايوه ساعتها طبعا. بقى ده ابني بقى، ده ابني بقى يعني ده انا هصرف على ابني. هتحركي انت؟ لكن طول ما احنا مخليينها كده العند بالعند، لا انت هات الواد، لا ده هي نفقه، ده هي دعوه حبس، ده مش عارف ايه، ده لا 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 لا، ما احنا برضو لازم كمجتمع نطور شويه في التشريع والفكر بقى بتاعنا بقى التشريعي بقى فعلا. مش عايزين نبقى احنا هنا واقفين عند حته لا ان هي ست وان هي الطرف الاضعف. لا احنا هي ست عندنا في مصر عشان تبقوا عارفين، لا الست هنا عمود الفقر للبيت عشان نتكلم بصراحه اكبر يعني. ده هي هي الاساس بقى. لا ده احنا عندنا ست دلوقتي النهارده بتشيل كتير النهارده. يعني مش هو دايما بيقولوا عليها ب100 راجل، لا الست المصريه ما شاء الله عليها، يعني ده هي بتتحمل. طيب القانون ده حمل عليها بزياده. طيب حضرتك شايف فكره النفقه دي تنفيذها بيكون ازاي؟ على سبيل المثال مثلا زوج امتنع عن الدفع مثلا لمده 3 شهور. والله بصي احنا دلوقتي الحل بقى في امتنع عن 3 شهور، احنا عندنا الماده التعديل الجميل دوت اللي هو ماده 6 ممكن اللجوء للقضاء للحصول على حكم بالحبس دوت، بالحبس او الغرامه. ما هي او الغرامه، بس يعني هو طبعا دي بتخضع للتقدير القاضي، واكيد القاضي برضو احنا عندنا قضاء يعني زي ما بنقول كده اشاوس، يعني القضاء بتاعتنا بيقدروا يحللوا الموقف بسهوله شديده جدا، يقدروا يشوفوا الراجل ده فعلا عنده قدره وامتنع فعلا
نكاية في الأم ولا لأ، أو في نكاية في الأبناء ولا لأ، فبالتالي يعني الأمر متروك. طيب. التخيير ده متروك للقاضي. كمان نقطة القضاء هو الحصن بقى. بما إن سيادتك فاتت نقطة القضاء، حصل تطوير في العمل القضائي، فلا بد إن احنا طبعا نشكر وزير العدل طبعا الأستاذ عمرو مروان. هو من خلال الصراحة الصراحة الشكر موصول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الراجل يعني ما شاء الله عليه، من ساعة ما تولى وهو داخل في اكثر من مجال، تطوير، تنميه مستدامه، مشروعات قوميه، تطوير بنيه تحتيه. هو الراجل قال ببساطه شديده، انا بنعمل تنميه مستدامه. مش ليك انت، ده ليك انت والاجيال اللي جايه. بالظبط. صح. من ضمن التكليفات، كان في تكليف، كان حتى سياده المستشار مروان قالك ان الرئيس سيد الرئيس كلفه بتطوير العمل القضائي، تطوير المحاكم. وفعلا بدا فعلا التطوير، فعلا يبدا يشتغل، وهما بدأوا فعلا في رقمنة الخدمات اللي بتقدم دلوقتي. أنا شايفين تطوير الصراحة، المحاكم بدأت تشتغل في تطوير، حتى مجمع الجلاء اللي هو كان حصل له أيام ما يعودها ربنا يعني، كان حصل له كده عطل، فدلوقتي الهيئة الهندسية شغالة فيه، بدأت فعلا، وإحنا دلوقتي بدأنا نشوف تحرك على الأرض. وننتظر المزيد طبعا، يعني إحنا نأمل إن الخدمات تؤدى بسرعة، لان طبعا حصلت في الفتره اللي فاتت ديت مشاكل بسبب كورونا وقله عدد الموظفين. يعني محكمه الزنانيري كان فيها اعتقد مشكله، ودلوقتي بدات تتحل بزياده عدد الموظفين وكده، بس الموضوع شويه يعني طالما في نيه الحل وطالما الامور شغاله، لا الوضع هيختلف تماما. يعني احنا منتظرين اساسا في خلال الخمس سنين الجايين دي نشوف مصر تانية مختلفه في كل مجالات، مش في القضاء بس، ولا في المرفق، ولا في الخدمات اللي بتؤدى، لا 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 لا. وبعدين احنا عندنا قضاه هنا بيشتغلوا والله، لو ايه يعني بص الظروف اللي بيشتغلوا فيها القضاه النهارده صعب. احنا بقى كمحامين برضو بنشوف أكيد. يعني القضايا عدد كتير، بس برضو عندنا قضاه ما شاء الله عليهم يعني الاحكام منضبطه، يعني تقدر تاخد حقك بالعربي كده يعني ببساطه شديده. حابين بقى نطرح لسيادتك اخر سؤال، تطوير. في عوار في قانون الاحوال الشخصيه، جميل، شايف ايه التعديلات من وجهه نظرك في القانون؟ التعديلات بص قانون الاحوال الشخصيه التعديلات كتيره، بس احنا بنقول ببساطه شديده جدا، عايزين واحنا بنحط التعديل نجنب بقى الطرف اللي هو الزوج، نجنب الطرف الزوجه، هنبص على المصلحه اللي هي اصل حقوق الزوجه خلاص معروفه محدده شرعا، هتاخدها خلاص. احنا بنتكلم بقى على القصه المشتركه بقى، الاسم المشترك. من وجهه نظرنا هو طبعا الشرع محدد الامور برده يعني، بس احنا عايزين نضيف برده جزئيه مهمه جدا، ان يعني واحنا بنشرع لازم نحط قدامنا مصلحه الطفل الصغير ده، عايزين طفل سوي ببساطه شديده. بالظبط، باختصار شديد، هينفع أكيد. المجتمع صح. طول ما الامور ما فيهاش خلل اكيد خلاص احنا المجتمع بيبرد. ما هو المجتمع خلي بالك برضو احنا بنطور في المشاريع، بنطور في ثقافه، بس لازم نطور في بني ادم برضو صح. في الشخص ما احنا مش عايزين حاجه ترجعنا لورا بقى، خلاص احنا دلوقتي متقدمين. يعني انا بقول لك احنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه يمكن اقل من خمس او ست سنين هنشوف مصر مختلفه، يبقى لازم العقول برضو تبقى مختلفه بقى. خلاص الموضوع ان شاء الله يعني ربنا يكتب الخير دايما لمصر ان شاء الله. يعني استنتج من سيادتك ان التعديلات ديت اهم حاجه، ان طبعا لازم تراعي نشيل الرؤيه ونستبدلها باستضافه. استضافه طبعا. بالزبط. ده امر ده عشان برضو المشاهد برضو ايه بعض ضمانات طبعا اللي هي موجوده، يعني احنا نقدر يعني القانون عندنا برضو ناس تقدر تشرع باختصار شديد ضمانات، وتقدر تحمي حمايه الطرف اللي هو الحاضن برضو، ما فيش مشكلة، بس ما نربطهاش برضو عشان مش عايزين نقعد نربط الأمور ببعضها. لا، هو حق الأب في الرؤية والجدين الرؤية، يعني أو في الاستضافة، لو الاستضافة بقى خلاص هيقدر بقى والده ووالدته وأخوه وعمه كلهم هيشوفوا بعض، يعني هتبقى الأمور يعني إيه، هيبقى في حتى كمان صلة الرحم. بالظبط. ما هو حكم المحكمة الدستورية، ما هو حكم بعدم دستورية عجز الفقرة الفقره الثانيه من الماده 20 بايه؟ بالظبط. وفقا للشريعه الاسلاميه برضه صله الرحم يا جماعه. نورتني يا استاذ احمد. ربنا يخليك. كده تكون انتهت الفقره بتاعتنا الاولى، وطبعا بشكر ضيفي العزيز استاذ احمد ابو زيد ساعده، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. بشكرك جدا. شكرا. شكرا. نواصل بعد الفاصل، وارجو ان تبقوا دائما معنا.